السلام عليكم. في هذا الفيديو بستعرض معكم طريقة تفعيل حساب الطالب على منصة مايكروسوفت. أول خطوة هي التأكد من حفظ اسم المستخدم الظاهر أمامك وكلمة المرور. بعدها نقوم بالضغط على Office Login. راح تفتح معنا صفحة جديدة للتسجيل. كل اللي عليك تكتب اسم المستخدم اللي حفظته في الخطوة السابقة. تضغط على الخيار التالي وتكتب كلمة المرور. وبعدها دخول. هذه الخطوة مهمة للتسجيل لأول مرة، بحيث إنها راح تساعدك فيما بعد لاستعادة كلمة المرور دون الرجوع لخدمة الدعم الفني. اختار الدولة أولاً. اكتب رقم الجوال الخاص بك في حال فقدان كلمة المرور. يفضل اختيار طريقة التفعيل عن طريق الرسائل النصية. يتم بعد ذلك إدخال الكود المرسل على رقم الجوال. بعدها الضغط على خيار التالي. وهكذا تم تفعيل الجوال وتفعيل الحساب. الآن أصبح بإمكانك استعادة كلمة المرور وتغييرها بنفسك في أي وقت. بالضغط على نعم راح يقوم النظام بتحويلك إلى منصة مايكروسوفت، والتي تحتوي على كل التطبيقات المطلوبة في العملية التعليمية. هنا قائمة بالتطبيقات على جانب الصفحة تمكنك من الانتقال إلى برنامج التعليم عن بعد مايكروسوفت تيم. راح يظهر لك خيارين لاستخدام البرنامج، إما تحميله على جهاز الحاسب أو استخدامه من خلال متصفح. هنا راح يظهر لك جميع الفرق باسم المواد اللي يدرسها الطالب. شاكرين لكم ونسعد خدمتكم دائماً.